الفلسطينية. هيبقى خليني أروح لنقطة يعني المفروض تبدأ بيها الحقيقة، وهي العلاقات المصرية الأمريكية. أنت موجودة في البيت الأبيض وبتتابعي عن بدقة شديدة كل ما يدور. مستوى العلاقات المصرية الأمريكية الآن، وكيف ترى الإدارة الأمريكية الوضع في مصر على مدار 5 سنوات؟ يعني مصر التي كانت تمثل مشكلة كبيرة، الآن أصبحت مصر رقم في المعادلة الإقليمية لحل المشاكل، أصبح يعتمد عليها على القارة الأفريقية. كيف يعني ترى الإدارة الأمريكية الدور المصري الآن؟ هناك علاقة قوية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهناك أدلة على قوة هذه العلاقة، بدءا من الفترة التي كان الرئيس السيسي مجرد مرشح للرئاسة وتقابل مع الرئيس ترامب في تلك الفترة، عفوا عندما كان الرئيس ترامب مجرد مرشح وكان الرئيس السيسي في منصب الرئيس. من تلك الفترة هناك علاقة خاصة ما بين الرئيسين، هناك مساندة كبيرة وتفهم لأهمية وضع مصر الإقليمي والدولي ودورها الرئيسي في العديد من القضايا الإقليمية. منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة بالعديد من القضايا، لديك الوضع في ليبيا، لديك الوضع في سوريا، لديك أيضا الوضع المتدهور في اليمن، لديك الاستفزازات الإيرانية، ومصر تبرز كلاعب إقليمي قوي ومهم، ولديها القدر الكبير من الاستقرار في منطقة تعم بعدم الاستقرار بشكل عام، وبالتالي تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل كبير على النظام المصري في محاولة التحرك وإيجاد سبل لحل القضايا الملتهبة في المنطقة. فيما يتعلق بما ذكرته من فيديوهات وأمور، يعني هذا الأمر يعني ليس حدثا يثير أي قلق أو أي اهتمام أو أي إزعاج أو اهتمام في هذه العلاقات المصرية الأمريكية. أولا هذه الفيديوهات يعني ستستمر وستخرج المزيد منها والمزيد، لكن وده شيء عادي موجود في أي مكان، يعني موجود في أي مكان، لكن الأهمية في هذه الفيديوهات أن وراءها أجهزة مخابرات ووراءها دول تروج في محاولة لزعزعة الاستقرار في مصر، والأهم من ذلك هي محاولة لزعزعة الثقة في النظام المصري، ويجب يعني القيام بمنظومة إعلامية قوية في مواجهة ذلك، لأن اسمح لي في التعبير الجعجعة والفيديوهات دون أدلة هي مجرد جعجعة في النهاية، والقافلة تسير، ومصر دولة قوية لن تؤثر فيها مثل هذه الوشايات التي لا ينبغي حتى ذكرها. أن نتوقف عندها، لا يجب أن نتوقف عندها. نعم.